المعطلة هم الذين عطلوا النصوص التي تثبت صفات الله عز وجل. وهؤلاء المعطلة أشهرهم ثلاث فرق: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وسبب ضلال هذه الفرق أنهم لم يحكموا النصوص، وإنما نصبوا أنفسهم حكاما على النصوص، فيقبلون منها ما يوافق أهواءهم ويضعفون منها ما لم يوافق أهواءهم، من ثم وقعوا في الضلال. وذلك لأن العقل لا يمكن أن يكون دليلا لوحده، ولا سيما فيما يتعلق بخبر الله عز وجل أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات. وذلك لأن العقل يتفاوت من شخص إلى آخر ومن فئة إلى أخرى، فأنت ما تراه حسنا يراه غيرك قبيحا. فإذا كان هذا العقل غير منضبط بين الناس، كيف يجعل حكما في النصوص التي أخبرت عن أسمائه جل وعلا وصفاته؟ قال تعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يريدون أن يعتمدوا على عقولهم فأضلتهم عقولهم. وذلك لأن هؤلاء سواء الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة ما عملوا هذا إلا لأنهم قاسوا الله عز وجل بخلقه. يقولون: لو أثبتنا له السمع أثبتنا له جارحة، لو أثبتنا له كلاما أثبتنا بأن له لسانا وشفتين. وهذا من البطلان ومن الضياع، لأنه جل وعلا قال: ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: ولله المثل الأعلى.